طاجع الباب وعلى عينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. أعزائي، تحدثنا في الحلقات الماضية حول معتقد المدرستين الشيعية والسنية في موضوع الإمامة، وقلنا أن الشيعة تعتقد أن أمر الإمامة أمر تنصيبي تعييني، يجب أن يتم بالتعيين والتنصيب. وأما أهل السنة فيقولون أن الإمامة ليست تنصيبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصب إماما، وإنما ترك الأمر إلى الأمة، فوض الأمر إلى الأمة. وذكرنا الملاحظات التي ترد على هذا القول وعلى عدم صحة موضوع تفويض أمر الإمامة إلى الأمة. في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في ضرورة تنصيب الإمام، الأدلة التي ترد في ضرورة ووجوب تنصيب الإمام. إذن هناك فرق فيما تحدثنا فيه سابقا وفيما نريد أن نتحدث فيه الآن فلاحقا. فيما سبق كنا نتحدث عن الأدلة والملاحظات التي ترد على عدم صحة تفويض أمر الإمامة إلى الناس، ولكن في هذه الحلقة والحلقات اللاحقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث في الأدلة على وجوب وضرورة تنصيب الإمام. هناك ذكروا مجموعة من الأدلة القرآنية والعقلية والروائية على وجوب وضرورة تنصيب الإمام خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة هذه الأدلة القرآنية أعزائي هي آية 55 من سورة المائدة المعروفة بآية الولاية. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية الكريمة. المراد من الولي أعزائي في هذه الآية الكريمة إنما وليكم، الولي بمعنى الأولى بالتصرف، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت الولاية لنفسه وللنبي وللولي على نسق واحد، على وتيرة واحدة، وهذا دليل على أن الولاية في جميع هذه المصادق هي واحدة، حقيقتها واحدة، واقعها واحد. ومن الواضح أن ولاية الله سبحانه وتعالى عامة مطلقة شاملة تتعلق بجميع الأمور الشخصية والاجتماعية للناس. فإذا كانت ولاية الله سبحانه وتعالى عامة مطلقة شاملة، إذن يجب أن تكون ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولاية الولي أيضا عامة شاملة لجميع القضايا الشخصية والاجتماعية للناس. غير أن هناك فرق بين ولاية الله تبارك وتعالى وبين ولاية النبي والولي، وهو أن ولاية الله سبحانه وتعالى على الناس ولاية ذاتية غير مكتسبة من أحد، بينما ولاية النبي وولاية الولي اكتسابية من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق الوحيد في الولاية في هذه المصادق الثلاثة. ولكن حقيقة الولاية
دائرة الولاية، سعة الولاية هي نفس الولاية، لا تختلف في هذه المصادق الثلاثة. هذه ولو كانت أعزائي، ولو اختلفت ولاية النبي وولاية الولي في هذه الآية الكريمة عن ولاية الله تبارك وتعالى، لكان من الواجب أن يأتي باللفظ أو أن يؤتى باللفظ مرتين، يعني بشكل مكرر، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ووليكم إنما وليكم الله، هذه الولاية لله تبارك وتعالى، إنما وليكم الله ووليكم الرسول والذين آمنوا. يكرر الولايتين كما في هذه الآية الكريمة، يقول الله تبارك وتعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لاحظوا أعزائي في هذه الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى كرر الإيمان، تارة جعل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأخرى جاء بلفظ آخر للإيمان للمؤمنين. هذا أولا. وثانيا، عد الإيمان الذي يرجع بالله تبارك وتعالى بالباء، فقال يؤمن بالله، ولكن عد الإيمان الذي يرجع إلى المؤمنين باللام، فقال يؤمن للمؤمنين. وهذا دليل على وجود اختلاف في حقيقة الإيمانين، الإيمان بالله تبارك وتعالى شيء، والإيمان للمؤمنين شيء آخر. الإيمان إيمان رسول الله، إيمان رسول الله بالله تبارك وتعالى، وإيمان حقيقي، إيمان جدي، تصديق واقعي. ولكن الإيمان للمؤمنين بمعنى تصديقهم بالسماع، بمعنى عدم ردهم، عدم رفضهم، حتى يتبين الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحكم طبق الواقع. وإلا المؤمنين الذين كانوا يأتون بالأنباء والأخبار لرسول الله كانت أخبارهم متضادة، فلا يمكن الإيمان بجميعهم على نحو الجد وتصديقهم جميعا وواقعا، لأنه يلزم منه اجتماع الضدين. هذا يأتيك بخبر فأنت تصدقه على نحو الجد وتصدقه واقعا، ويأتيك شخص آخر بخبر آخر مضاد لهذا الخبر الأول وأيضا تصدقه على نحو الجد بشكل واقعي، فهذا أيضا يلزم منه اجتماع الضدين. فإذا هنا عندما تقول الآية الكريمة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هنا كرر الكلمة كلمة الإيمان، وهذا دليل على وجود اختلاف كما بينا. ولكن عندما نأتي إلى الآية الكريمة، إلى آية الولاية، هنا لم يكرر كلمة الولي، لم يقل إنما وليكم الله ووليكم الرسول، وإنما ذكر ولاية واحدة: وليكم الله ورسوله والمؤمنون. جاء بولاية واحدة، وهذا دليل على ماذا؟ على أن الولاية في هذه المصادق الثلاثة لا تختلف. هذا شاهد. وأيضا أعزائي، مما يكشف عن وحدة الولاية في هذه الآية الكريمة الإفراد، إفراد الكلمة. لاحظوا، لم يقل الله سبحانه وتعالى إنما أولياؤكم، لم يأتي بالكلمة بشكل جمع، وإنما جاء بها بشكل مفرد، قال إنما وليكم. فلو كان
كانت الولاية تختلف في هذه المصادق الثلاثة، ولاية الله بمعنى الأولى بالتصرف، وولاية النبي وولاية الولي بمعنى النصرة والمحبة كما قال البعض، لكان عليه أن يأتي بالكلمة بشكل جمع أولياؤكم حتى يتبين الفرق بين ولاية الله تبارك وتعالى وبين ولاية النبي وولاية الولي. ولكن نحن نجد أنه لم يأتي حتى بشكل جمع، فضلا عن أن يكرر كلمة الولي مرتين. وهذا أيضا مما يكشف لنا على أن الولاية، حقيقة الولاية في هذه الآية الكريمة في مصادقها الثلاثة في حقيقة واحدة. هذا أيضا مما يدل على أن الولاية أعزائي في هذه الآية الكريمة هي بمعنى واحد، بمعنى القيادة، بمعنى الزعامة، بمعنى الأولى بالتصرف، وليس بمعنى النصرة أو بمعنى المحبة أو الود أو ما شابه ذلك كما تصور البعض. مما يدل على ذلك كلمة ولفظ راكعون كما جاء في نهاية الآية الكريمة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني ماذا؟ يعني بسبب هذه الركوع وهذه اللفظة، لفظة الركوع هي تخصص الولاية ولم تعممها لجميع الناس كما هو في المحبة وكما هو في النصرة. الولي إذا كان بمعنى الناصر، بمعنى المحب أو المحبة، فموضوع المحبة وموضوع الود وموضوع النصرة هذا متبادل بين جميع المؤمنين، ولا داعي أن يخصص بشاهد بمورد واحد. ولكن هنا قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين آمنوا جميع المؤمنين؟ لا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهذه عامة، وهم راكعون. هذه كلمة وهم راكعون هي التي تبين أن هنا كلمة الولي ليس بمعنى المحبة أو النصرة، لأن المحبة والنصرة بين المؤمنين عامة، ولكن هنا الولاية خصصها لمن هو يركع ويدفع الزكاة. وجميع، أو لا نقول بشكل عام، كثير من علماء العامة والشيعة ذكروا أن المقصود من الفرد الخاص الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. من مصادر السنة الذين ذكروا الطبري في تفسيره في الجزء السادس في صفحة 186، الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة أصول الحديث في صفحة 102، وهكذا الحافظ أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن في الجزء الثاني في صفحة 542، وغير هؤلاء من الأعلام، أعلام المحدثين والمفسرين لأهل السنة، ذكروا أن هذه الآية قصدت شخصا واحد ويراد بها شخص واحد وليست عامة، وأن ذلك الشخص هو علي بن أبي طالب. إذن خلاصة الكلام أنه لو كانت الآية إنما وليكم الله والولاية بمعنى المحبة والمودة، فالمحبة والمودة بين المؤمنين عامة ولا تختص بشخص خاص، بينما أن هذه الآية الكريمة قصدت شخصا واحدا. هذه الآية الكريمة من جملة الآيات، هناك عدة إشكالات على هذه الآية الكريمة، إن شاء الله سنتناولها في حلقة لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.